بيرس داخل الثمنتاعش بالرأس، يا سلام يا عبد الله، يا سلام يا عبد الله، حلوة يا دعيع، حلوة يا دعيع، كرة ملعوبة من المرمى، ولكن عبد الله متمركز تمركز سليم. شوف شوف الدعيع صفراء. راح اشوف يمين طبعا هذه عادة، لكن راح اشوف حصل الجبار، وجبار يرفع كرة داخل منطقة الجزاء وتلعب وتحاول تسددها وتسدد ودعيع مبدع، ودعيع المبدع في ضربة ركنية تلعب كرة عالية قدام وخلص دعيع وترجع كرة عالية قدام، لكن حكم مباراة ما في تسلل وترجع مرة ثانية وهذه خلصها وسدد ودعيع ودعيع. ها يصير ابدا ابدا، ما يصير ما يصير، ليه 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 ما يصير لعب كذا. شوف 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 محمد فار يلعب ناحية الشمال، يعكس داخل منطقة الجزاء، سدد قوية ثابت ثابت وهذه ترجع ناحية ماجد، يلعب كرة سريعة أمامية قدام، كرة خطرة حول حصلة وكرة تنعكس وبالرأس، كرة ساقطة وخطرة وعبد الله دعيع يخلصها بسهولة وفدائية، يخلص الكرة إلى ضربة داخل منطقة الجزاء، دخول كرة خطرة وسدد وسدد مرة ثانية ويحصلها دعيع ويحصلها دعيع ويحصلها دعيع. اليمين لرضوان عجل اللي بيعدي سريع على عبد اللطيف الحلو، كره خطره ودعيع والمرمى فاضي، وتلعب كره بالراس وحاول اكملها ولازال خطره وعبد الله دعيع في الوقت المناسب، في الوقت المناسب حصلها عبد الله دعيع. عالية المرمى وبرافو عبد الله الدعيع، برافو يا عبد الله الدعيع، انقاذ رائع رائع وموفق من عبد الله الدعيع في دقيقة 17. ينقلها تكلس لوادكوك، وادكوك بيمشي بيلعبها وادكوك، كرة ملعوبة حلوة تتلعب، لكن افضل شيء انه يكون قلب الدفاع هو قائد الفريق. عالية فيها خطورة في المرمى وبرافو عبد الله.
عامل حساب الهوا تمام. ويلعبها سريعة وطويلة وفي هجمة وباس كورتسيك باسل معاه معاه حسين معاه حسين معاه عبدالله الدعاية على البطل عبدالله الدعاية على البطل بيجيبها إلى خارج الملعب هل التماس مرقانة اللعيب كرة عالية تغمر الماء حول عمراته ودعية وخلصها دعية وخلصها دعية حلوة منك يا دعية حلوة منك يا دعية يقب ومتابع جدا دعية وكرة كانت خطرة الحقيقة لعبة بالرأس الى خارج بياخدها منه حميد وقدامه صالح خليفة صالح خليفة بيحاول لكن بيعدي وبالعرض وبيبعدها الدعية وفي اتجاه المرمى برافو يا صالح بتصلح برا خش معنا يشوت وتصلح ثاني بيشوت والدعية بيمسكها برافو العادة للسي هاي السي هاي اللعب جهاز من فوق كرة معالي هاي وو هاي يحاول يشوت انما في حارس المرمى عبدالله الدعية السلام يا ولد يا دعية السلام يا ولد يا دعية ثبت سامبوم عبد دام الجول يرجع يشيل عبد الله الدعية حلوه يا ولد اللاعب توصل فادم صيد ان يحقق المنتخب السعودي باذن الله حلم العرب بالحصول على كاس هذه البطوله هذه كره خطره خطره صالح صالح النعيمه واللاعب الكوري 16 خلص شوت حلوه 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 والله يعني فرحان يلعب داخل منطقه النقل وبرشيد بالراس وحلوه مين برشيد لعبها لفرحان والخندسري خندسري في اللعب وفي ريان لعبها ودعية حصلها دعية الفرحان والدعية حصلها وباصي تقنيه وخطر داخل منطقه الجزاء النقل ودعية وترجع وهذه جمل عاده اللعبه ودعية شوف الشرك والله مبدع دعية قابس يعدي القابس وينقل كرة داخل منطقة الجزاء نقل ودعية تهيألي أديسون اللي مسدد من بعيد وإلى يد شوف إعادة لها بالبطيء روع عبدالله الدعية فيها الكرة شوف قوية الحقيقة يون هوان حطها ولا لا يون هوان سودان ضيعها ما عاد يون هوان الان من راح يلعب من راح يلعب فريق السعوديه لعز بن عاز بن عاز من لعبت في ايد الحقيقه الدعيع وفي القائم اذا مطر ابراهيم مطر وجه لوجه مع دعيع ابراهيم مطر ويضيع وتلعب ويحصلها دعيع لعبت من خارج القوس محاوله تسديد وقويه يا سودان داخل منطقه النقل ويحصلها محاوله للهلال السوداني ناحيه اليمين يحاول ينقلها تنقل ودعي التقاط جيد